أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب. من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب. لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب. واليوم قد صدع الخبيث بجرأة ووقاحة من سافل كذاب. هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب. هذا النقية من تخل المصطفى فليخسأ النفس سعيه كسراب. هاتيك أم المؤمنين وفضلها يروى لنا في سورة الأحزاب. يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب. من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب. يا من زعمتم حب آل نبيكم أخلت جماجمكم من الألباب. تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عثراته بضباب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد.